من الاغاني اللطيفه كمان اغنيه اوجيه يا اولاد. اوجيه يا اولاد يعني ظهرت سنه 59. 59 كتبتها الشاعره نبيله قنديل. الشاعره نبيله قنديل كانت متجوزه الموسيقار الكبير علي اسماعيل. وكانوا عاملين دويتو الحقيقه، يعني كانوا في اغاني وطنيه تانية كتير كتبوها، واغاني حتى عاطفيه كتبوها. فنبيله قنديل كتبت، علي اسماعيل لحن، وعلي اسماعيل ده بالمناسبه اخو الفنان جمال اسماعيل. غناها مين بقى؟ مين اللي بيغنوا دول؟ دول فرقه اسمها الثلاثي المرح. والثلاثي المرح دول في حاله بهجه كده في صوتهم، يعني هم ثلاث بنات اهم. ثلاث بنات جميلات. دول مين بقى؟ في سهام توفيق وصفاء لطفي وسناء الباروني. وسناء الباروني دي اخت سهير الباروني. انتوا عارفين سهير الباروني الممثله، يعني اللي هي ايه، ممثله عملت ادوار كتير وكان ليها في المسرح زمان، وعملت يعني ادوار سينمائيه ودراما يعني. فدول الثلاثه اللي هم كان فرقه الثلاثي المرح. خدوا كام في الاغنيه؟ خدوا حوالي 140 جنيه برضو. يعني شوفوا كانوا مستكترين على احمد عبد القادر 6 جنيه وادولهم 140 جنيه. والملحن وقتها الاستاذ علي اسماعيل خد 20 جنيه. ما نعرفش بقى هل خد ال 20 جنيه دول كلمات والحان هو ونبيله، يعني هم كانوا متجوزين ولا خدوها ازاي. لكن خلونا نسمع اوجيه يا اولاد الثلاثي المرح وشوفوا البهجه اللي في صوته. Thank you.